السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حشام مع اخوكم تيركس ورجعنا لكم فيديو جديد. انا واحمد حياكم الله كالعادة. واليوم مشكلة عادة واحدة جديدة حياكم الله. الزبدة اليوم بنجرب الله اكبر بداية خير. بنجرب موية بطعم الفواكه اول مرة في حياتي صراحة نجربها. عندكم بطعم التوت واناناس وهنا عندكم الخوخ. فيلا بسم الله. ايش رايك نبدا بوش؟ والله احب الاناناس. خليني نبدا بالاناناس شباب زي ما احمد ما قال. اتوقع نكهة ثانية بنبدا بالتوت. طيب لا لا التوت لا خوخ طيب يلا اي شيء نفكها. خذ اللي ياخذ قرون. انا باخذ القرون طبعا. لا طبعا لونها جدا عادي لاحظون. فيلا صبر شوي عشان لو طعمها خايس لا يطرش علينا ولا شيء. فيلا بسم الله. طعمها غريب والله. والله ان طعمها غريب يا شباب. اللي ما جربها والله لازم يجربها. والله غريب والله حلو مره. شوف تحسون فيها فواكه ما ادري كيف مويه فواكه شيء غريب مره. بس بدون سكر. لا لا فيها سكر لا لا ما لا والله فيها سكر. ما في لا فيها سكر. صب شوي ايش لا ترى الان. بس طعمها غريب يا اخي مويه على ما ادري وشو. حلوه بس اتوقع التوت بيكون افضل. ليه والله انت تقييمك كم؟ لا بمشي او يعني كيف طعمها؟ ها عجبك طعمها فايز. يعني الاناناس طعمه يكون اقوى شوي لكن هي مختلفه. طيب ايش رب صار دومه الزبده والله مره طعمها حلو يعني. طيب نبدا بالتوت ولا الخوخ؟ الخوخ يلا. طيب هذا هو الخوخ طبعا عشان تاكدون هي بطعم الفواكه. هنشوف نكهه الخوخ زي ما انتم شايفين. فيلا بنبدا. يلا صب صب. والله لها ريحة يا شباب. خلاص لا تحط قلبك فيها يا شيخ. في ناس بيشربون بعدك. دقيقة بسم الله. لا مو مرة حلو. لا لا لا. أتوقع الأناناس طعمه كان أقوى شوي. والله الأناناس طعمه أقوى بس والله مو حلو. عجبتك؟ أحس طعمها كذا تفهم كيف يخليك هو زي التو زي اسمه ذا توتش زي الخوخ. هو طعم الخوخ مره نسخه مزودين المويه بكثره يعني. حلو ولا ما عجبك؟ انا ما والله عجبني. ما والله ما عجبني. اعطيه ممكن جيد في الطعم. جيد ايش يعني؟ ممتاز. الاناناس نقول جيد جدا حلو يعني طعمه كويس. الناس لا لا زي الاناناس بس الخوخ سيء للاسف يعني. اتوقع التوت اللي بيكون افضل واحد. يلا خلينا نشوف طبعا بنكهه التوت لو تلاحظون هنا اتوقع مو واضح بس يلا اوكي يلا بسم الله بسم الله. والله اني متحمس التوت. اوكي لا تشمها خلاص لا تقرفنا معك يا ورق. يلا خلاص خلاص. اوه والله ريحتها زي الفيمتو. والله ريحتها زي الفيمتو. خلاص في رمضان لا تشرب فيمتو اشرب عادي. طعمها زي الدواء يا عيال. والله طعمها زي الدواء يا والله يا رجال. تعرف دواء حق الاطفال ذا؟ تعرف الجيلي؟ والله طعمه زي الجيلي. اي جيل بس في الاقرب دواء الاطفال هذا. اي اي هو نفسه. لا عليه طفل ذا بيبي. تعرف جيلي؟ كانك تشرب جيلي سايح وفي مويه زياده. طعمه مويه قال. بس والله شكله عجبك صح؟ لا مو مويه. لا تشربها كلها مو شرط تشربها. يعني ارميها يعني. عادي كوبا ثانيه. يلا يلا. عجبتك ولا لا؟ اي عجبت اكيد. توت عجب؟ اي بس مو مره. يعني شوف الفكرة حلوة كموية على فواكه بس والله بس انهي مقطع خلاص يلا اشتبي. وابي اسألك عن تقييم التوت انت ما قلت. التوت اللي فهمته قبل شوي صراحة يعني مو زين بس يعني اخر 4/10 افضل واحد تقريبا الاناناس. ايه طعمه حلو وخفيف كذا مو زي طعمه خايس فهمت يعني هو الاناناس اكثر من موية. اي بس شباب نكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا لايك سبسكرايب وكان مع اخوكم تيركس واحمد في امان الله.